اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوغيان روسيا بعرقلة دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم المزعوم في دوما السورية. أضاف لو دوغيان أن هذا النهج يهدف لضمان اختفاء الأدلة على الهجوم، مشيرا إلى أن المنظمة يجب أن يسمح لها بدخول الموقع بشكل فوري وكامل ودون عراقيل على حد قوله. وكان قد وصل خبراء المنظمة إلى دمشق مطلع الأسبوع الماضي لفحص هجوم مزعوم في دوما قتل فيه العشرات وأدى لشن ضربات صاروخية بقيادة الولايات المتحدة.